واسعة مرتاح عرفت علي موسعة ايه مش موسع ايه بعدين بروستاتو كثير جيدة دائما مساج عليها مساج طبيعي عرفتي كيف على فكره الجايز ابي ما عندهم اي مشكله لانه دائما حاطين كي واي جيلي بالجوات بينطفوا العينه بالاخر بينزل بيصير عندهم هبوط كولون عمي ولي بيصير يقدح فص يطلع مصران ولا برا ولا هو المفيد انه بيطالع وبيغسله نظايفي بضل نظايفي لك حالي عادل يا عادل يا لطيف حساس ديليكي بيكون لازم ولي بيشم له بيشم له الدق تبعه للأكيل انه يتأكد من نظافة حاله صح صح الو تأكد انه ضافت حاله الو انه هو نظيف يعني ليهر وللاكيد صح صح شو دير بالك هو واحد نظيف الو في شيء بامريكا بيسموه anal bleaching انه مثل مواد بتحطه معظم ال في كثير عالم بيعملوها ب anal bleaching anal bleaching ايه بيشيلوا كل الشعر ايه لكن ايه والله بلمع بيصير ايه ايه ما في شيء ايه بس هلا صاير الموضوع انه الجاي لازم كله شوية شعر مثل العنوش اتراكتف اكتر ايه صح وبيدوروا عرفت علي كيف شوفوا له هيك شوية اهداف ابقيبوا هيك No, it's not working. It's not turning on. Something turning off. What is it? هو عم حطه هيك مشان ينزل البطارية اسمع. طلع البطارية. عم نزلها هيك أحسن. هنا. هاي.